برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم جدا بالنسبة لكم، اللي هو التنمر. معظم الأولاد في المدارس، أيا كانت بقى، مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة، ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بيشتكوا من التنمر. طبعا ممكن هم يعبروا بنفسهم لو كانت إعاقتهم بسيطة، أما لو كانت إعاقتهم شديدة بيجي أولياء الأمور يقابلونا في أي مكان يقولوا لنا إحنا بنغيب أولادنا من المدرسة لأن أولادنا بيتعرضوا للتنمر، سواء بأشكاله الثلاثة، اللفظي أو المعنوي أو البدني. ولكن في المجمل هم طبعا بيتعرضوا للأذى النفسي، وفي النهاية مش بيقدروا يتواصلوا لا اجتماعيا مع زمايلهم، ولا بيقدروا حتى أكاديميا يكملوا، وده أكيد هيكون ليه تأثير نفسي سلبي عليهم. وفي الآخر خالص طبعا ده هيأثر عليهم مستقبلا، ولا هيقدروا يبقوا يعني ناس منتجين، ولا هيستفيدوا من اللي هم بياخدوه، ولا حتى هيستفيدوا من الناس اللي تعبوا معاهم. علشان كده النهارده ان شاء الله هنتكلم على التنمر من خلال الاطفال الاسوياء تجاه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. ومعانا النهارده الاستاذ الدكتور اشرف جوده، استاذ العلوم السلوكيه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. بالنسبه للتنمر في المدارس، معظم الاولياء الامور لما بيجي اقابلهم في اي مكان يقولوا لي احنا اولادنا بنخبيهم في البيت، حتى لو احنا خبيناهم من المجتمع في الطرق او في النوادي او احنا بنحطهم في المدرسه عشان يندمجوا، ولكن في ظل نظام الدمج وبرنامج الدمج اللي الوزاره عامله هم بيتعرضوا للاذى. ليه اولادنا مش بيتقبلوا اخواتهم من الاطفال ذوي القدرات الخاصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لان للاسف نظام الدمج هو نظام امتحان فقط، ولكن مش نظام سلوكي مطبق في مدارسنا كما يجب ان يكون. ويمكن احنا بنشوف في المدارس، احنا يجب ان انا كمدرس او مدرسه ان انا استوعب ابني او بنتي ذوي الاحتياجات الخاصه، وان انا اكون مؤهل الطلبه ان هم يتعاملوا ازاي مع زميلهم او زميلتهم من ذوي الاحتياجات الخاصه. ودوري كاسره كذلك الاب والام في اللي انا اوجه اولادي واعرفهم ان في المدرسه عندك زميلاتك او زمايلك عندهم مشاكل، عندهم اعاقات ذهنيه او اعاقات جسديه، ازاي تتعامل معاهم؟ ازاي ما تحسسهمش ان هم فيهم مشكله؟ ازاي ما تحسسهمش ان هم فيهم قصور؟ بنلاقي اولادنا راجعين من المدارس ذوي الاحتياجات الخاصه معيطين، متاخده سندوتشاتهم ومضروبين ومتعرضين لاهانه. المدارس الفكريه ولا المدمجين في المدارس؟ ده في المدارس العاديه، المدارس العاديه للاسف احنا ما عندناش ثقافه ان الاب والام للاسف ان هم يدخلوا اولادهم للمدارس التربيه الفكريه. احنا كتير من الاباء والامهات بيقول لا انا ابني ما فيهوش مشكله، انا ابني ما عندوش قصور، انا لا انا ادخله مدرسه عاديه. طب ده هيتجوز ازاي لما يكبر؟ طب دي هتتجوز؟ طب يبقى انا بدخله المدارس العاديه، وللاسف المدارس العاديه عندنا غير مؤهله انها فعلا. بس هم يا دكتور بيدخلوهم المدارس العاديه طبقا للقانون، في قانون الدمج، في الاي كيو او نسبه الذكاء بيبقى في نسبة معينة إن تجاوزها وكانت يعني اللي هي المطلوبة في برنامج الدمج، الولد بيدخل اوريدي مدمج. محتاجين بقى محتاجين، ولكن اللي هو اقل من هذا الاي كيو او نسبه الذكاء بيرجع للمدارس الفكريه. ما هو ينفع ان هو يخش هذه المدارس، بس احنا ثقافتنا داخل المدارس مش متقبلين الولاد ولا المدرسين، ما عندناش هذه الثقافه بشكل كبير جدا. عشان كده بقول لحضرتك ان دور الاسره مهم جدا في توعيه اولادهم في ان هم يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصه بتعامل يعني سوي جدا، وما يحسهمش ان هم عندهم اي قصور. دور المدرس والمدرسه دور مهم جدا كذلك. احنا بنلاقي للاسف لما المدرس يلاقي ابن او بنت من ذوي الاحتياجات عندهم مشاكل في التفكير معينه، او ما بيفهمش السؤال من اول مره، ممكن يزعق في الولد، ممكن يحاول ان هو ده هو ممكن نلاقي المدرس نفسه بيتنمر على الطالب. المدرسين اصلا تنمر يعني جسدي تسمع منهم احنا مش متقبلينكم، لكم مدارس ثانيه. طبعا الكلام ده بيجينا من اولياء الامور شكاوي. انا ممكن بتنمر عليه جسدي، انا بضرب الولد، وفي نفس الوقت معنويا ان انا بحاول ان انا يمكن هو انا مش قصدي ان انا ابين اللي هو الاشارات اللي هي غير يعني البادي لانجوج، لغه الجسد غصب عنه يعمل حركه كده او حركه كده بتاذيه يعني معنويا بشكل كبير جدا. وده في حتى نوع اخر من انواع التنمر، التنمر العاطفي، اللي انا اجرح احاسيس الولد او البنت بشكل مباشر، وده هياثر سلبيا على قدرته على التحصيل الدراسي، والاهم من التحصيل الدراسي
على اندماجه مع زمايله، عشان كده نلاقيه في الفسحه دايما واخد جنب، قاعد جنب، ما بيلعبش مع الاخصائي الاجتماعي. يا دكتور ليه دور في الموضوع ده؟ ده دوره غايه في الاهميه، بس للاسف احنا الاخصائي الاجتماعي دلوقتي او الاخصائي الاجتماعي دوره في المدرسه هو فض الخناقات في الفسحه وفقط، يعني هي دي واستدعاء. يعني المفروض يعمل ايه بالنسبه للتنمر ان هو يقدر أنا إيه؟ أنا يجب يعمل إيه؟ أنا يجب إن أنا يشارك إزاي في أحصر الحالات اللي عندها إعاقات مختلفة وخاصة الإعاقات الذهنية عندي في المدرسة، وأبدأ أقعد معاهم أعمل لهم برنامج تدريبي يعني اجتماعي، إزاي اللي أنا أحاول أدمج هؤلاء الأطفال في وسط إيه، في وسط زمايلهم، بل بالعكس أنا أخصائي زمايلهم مش متقبلينهم، فإحنا كده عايزين نعالج، يعني نعالجهم كمدرس بقى. أنا كنت قريت على ويكيبيديا حاجة كده، بحث مترجم بيقول ان بره في اوروبا الناس اللي هم متخصصين في التربيه الخاصه ابتدوا ان هم يدوروا التنمر جه منين، فلقوا ان الولاد اللي هم الاسوياء النورمال محتاجين لتثقيف وتوعيه. أيوة. فابتدوا ان هم يجيبوا حاجه اسمها المتحدثين الترويجيين، فالكلمه لفتت نظري جدا، فحبيت ان انا اعرف من حضرتك. ده مش متحدث بس، ده مدرب ترويجي، ان انا بدرب الولاد ان هم ازاي بروج لهم لايه، بروج لهم لكل سلوك ايجابي في التعامل مع اخواتهم من ذوي الاعاقات الخاصه، اللي انا احاول ان انا ادمجه معايا، يلا في ماتش كوره، يلا نلعب نلعب مع بعض، انت بتلعب كويس قوي، ونقعد نهزر مع بعض، ويبقى في حوارات مختلفه ما بين الولاد يعني بعضهم وبعض، ان هي تقدم للخير اللي هو المتحدث الترويجي. طبعا في مصر ما عندناش الكلام ده اللي هو المتحدث الترويجي، انا ما سمعتش. انا عايز اقول لحضرتك المدرس يقدر يقوم بالدور ده، اللي انا ابدا احط ايدي على نقط الابداع اللي موجوده في هؤلاء الطلبه، وابدا اكافئهم، وابدا سقفوه لفلان الفلاني، ده متميز، ده جاوب على السؤال، حتى لو ما جاوبش على السؤال ولا حاجه، احاول ان انا يعني اشوف اي حاجه كويسه مميزه فيه حتى لو بسيطه، واحاول اكافئه قدام بقيه الطلبه، واحاول اعمل يعني اندماج بينه بقية الطلبة، أعمل نظام إيه، فرق نظام مجموعات جوه الفصل، وانتم مكلفين بالحاجه الفلانيه، ويلا فلان وفلان وفلان، وحط في وسطهم اثنين مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه، واتابع اخبارهم ايه، هل في اندماج، هل في حوار بينهم وبين بعض، ولا انا عايزهم يحبوا، عايزهم يعني يبقى في اجتماعيه داخل الفصل، وما يحسسوش هؤلاء الطلبه ان هم عندهم مشكله. طب يمكن مدارس المتخصصه في هذا الشان بتحل هذا الموقف، بس في مشكلة بقى، المدرسة الحكومية عندنا برضو ما بتقدمش التدريب الملائم لأولادنا عشان يقدروا يندمجوا في المجتمع بعد كده، هم كلهم عندهم إعاقات خاصة، بس بيطلع في المجتمع ما بيقدرش يندمج، لأن التدريب اللي بيتلقاه الطفل ما بيبقاش على القدر الملائم. المدارس الخاصة بقى اللي هي بتكلفة عالية، يمكن متوسط الدخل او محدود الدخل، ما يقدروش على هذه التكلفه، فدي مشكله او معضله بتواجه كثير من اسرنا المصريه اللي عندهم ابن او بنت من ذوي الاعاقات الخاصه. احنا يا دكتور محتاجين ان احنا نعمل سلسله حلقات على المتحدث الترويجي، لان فعلا المتحدث الترويجي كلمه عجبتني جدا، فاحنا محتاجين ان احنا نعد ناس زي دي علشان ولادنا يقدروا يندمجوا بطريقه فعلا حقيقيه، مش يبقى اندماج يعني زي ما الناس بتقول على ورق. احنا محتاجين فعلا نروج. فلو احنا عملنا فعلا الفكره دي من هنا بندعو وبنكلم وزاره التربيه والتعليم، يا ريت يبقى في فعلا متحدث ترويجي، الحته دي هتفيد جدا قوي ولادنا، حتى من ناحيه ان ولادنا الاسوياء اخلاقهم وسلوكياتهم والعنف اللي هم بيعانوا منه بيتهيألي هيبتدي يقل شويه بشويه، لانها فكره محترمه جدا هتختلف. قوي ان يبقى عندنا متحدث ترويجي في المدارس. فمن هنا بناشد وزاره التربيه والتعليم ان هي تاخد الموضوع على محمل الجد والاهميه، وسلوكياتنا هتختلف بشكل كبير جدا، احنا بنزرع في ولادنا قيم ومبادئ واخلاقيات وكيفيه التعامل مع المجتمع من حولهم، ما بنزرعش فيهم قيم سلبيه، فاحنا محتاجين فعلا هذا. احنا كده يا فندم جميل جدا، احنا اتكلمنا عن موضوع شائك جدا، ولكن هو محتاج من حضرتك بقى ترتب معانا ازاي نعد متحدث ترويجي في الحلقات الجايه ان شاء الله. هنتكلم بقى على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ونعمل السلسله دي، بحيث ان احنا فعلا محتاجين برنامج نمشي.
وهطلع تقرير مع حضراتكم بيتكلم التقرير عن ضعاف السمع. ضعاف السمع نسبتهم عالية في مصر جدا بمختلف نسب السمع، في اللي بيستخدم السماعات الطبية سواء ديجيتال أو أنالوج، وفي ناس تانيين بيستخدموا يعني مش بينجحوا في استخدام السماعات فبيلجأوا لزراعة القوقعة. نشوف التقرير مع بعض وأشوفكم بعد التقرير. برحب بحضراتكم. معظم الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة لما بيكتشفوا أن عندهم أولاد ذوي احتياجات خاصة الأول بيتصدموا، بعد كده بيحاولوا أن هم يعني يتفهموا الأمر ويبتدوا يبحثوا عن العلاج، فبتبقى البداية الطريق أن هم يحاولوا يشوفوا دكتور مناسب علشان يقدر يساعدهم في المرض ده. فمعظم الأمهات بيروحوا لأي دكتور مثلا، فاللي يقول لهم مثلا روحوا لدكتور متخصص في المجال سواء مخ وأعصاب أو سواء ضعف السمع، لأن هم مش قادرين يحطوا إيديهم إيه المرض اللي عند ابنهم خاصة هو في سن صغير. ولكن طبعا احنا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنتكلم على اعاقة، ولكن النهاردة انا حابة اتكلم مع حضراتكم على السي بي او الشلل الدماغي، لان المرض دوت شفت منه نماذج جميلة جدا، وفي الدراسات العليا بلاقيهم بيدرسوا معانا في الكليات بيدرسوا، ما شاء الله قدراتهم الذهنية عالية جدا، بيوصلوا ان هم ممكن يبقوا يدخلوا كلية صيدلة. فمعنى كده ان حالة الشلل الدماغي بتكون العلاج فيها اسرع، وواضح ان قدراتهم العقلية بتمكنهم ان هم يندمجوا معنا في المجتمع. فبالتالي احنا عايزين نعرف يعني ايه شلل دماغي، وفي نفس الوقت في علاج جديد سمعنا عليه، ايه هو احدث الطرق للشلل الدماغي في العلاج. فعلشان كده احنا النهاردة جايين لحضراتكم ومعانا الاستاذ الدكتور امجد جمال الدين، اللواء طبيب أمجد جمال الدين، استشاري طب الأعماق والعلاج بالأكسجين. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، تشرفت بحضراتكم. الموضوع اللي حضرتك أثرتيه اللي هو الشلل الدماغي، هو موضوع نسبة المرض في جمهورية مصر العربية عندنا هنا 1 لـ300، بمعنى أن كل 300 طفل بيبقى فيه طفل عنده مشكلة الشلل الدماغي. الشلل الدماغي له أسباب كثيرة قبل الولادة و أثناء الولادة وبعد الولادة. يعني الأم اللي بتصاب بأمراض في أثناء الحمل قد يتسبب في مشكلة في مخ الطفل أثناء نموه داخل الرحم فيتولد وعنده سي بي، أو أثناء الولادة زي ما بيحصل أنه بيختنق الطفل بالحبل السري بيبقى لافف حوالين رقبته، أو اتأخر في أنه ياخد نفسه والناس اللي موجودة ما ساعدتوش على أنه ياخد نفسه بسرعة، أو مكتسب الشلل الدماغي قد يكون مكتسب بعد كده نتيجة إيه؟ نتيجة حوادث بينقص فيها وصول الدم للمخ، وبالتالي بيوصل الطفل إلى مشكلة الشلل الدماغي. يعني دكتور ده مرض يعتبر موجود أثناء الولادة بنقص مثلا أكسجين زي ما بنسمع، ولا المعلومة يا دكتور غير كاملة عندنا؟ هو زي ما قلت لحضرتك بيبقى فيه يا إما أسباب أثناء الحمل هتتسبب في أن الطفل يتولد وعنده شلل دماغي، أو أسباب أثناء الولادة نفسها، أو أسباب ما بعد فترة نمو الطفل. إيه اللي بيحصل أثناء الولادة يا دكتور عشان يصاب بالشلل الدماغي؟ أكتر حاجة بقول لحضرتك أن لو الطفل اتولد في ظروف مش صحية، بمعنى أن اتولد في مكان لوحده والست ما فيهاش إمكانيات، عندهاش الإمكانيات، الطفل ده لو اتولد ونزل مزرق خالص وما حتمش بسرعة أخذ شفط السوائل اللي في الرئة بتاعته ومساعدته على أنه ياخد نفسه، هيبقى عنده مشكلة في أن الأكسجين ناقص والدم اللي بيوصل للمخ ناقص، فده الطفل ده عرضة كبيرة أنه يحصل له شلل دماغي. الأطفال دي بتخش حضانات عشان بنساعدها في أن تتجاوز المرحلة الخطرة اللي هم فيها. اللي مهم جدا اللي احنا لازم نفهمه ان تشخيص الشلل الدماغي من سنة لغاية 3 سنين عشان اجزم ان الطفل ده عنده شلل دماغي. طبعا في فحوصات بالاشعة، في فحوصات بالتحليلات، في فحص اكلينيكي، كل الحاجات دي بتوصلنا ان احنا نقدر نشخص ان الطفل ده عنده شلل دماغي. الشلل الدماغي بينتج عنه حاجتين حضرتك
نوهتي إليها في أول الكلام إن هو يا إما إعاقة ذهنية يا إما إعاقة حركية. يعني الطفل اللي عنده شلل دماغي قد يعاني من إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية أو الاثنين مع بعض. معظم الحالات اللي احنا بنشوفها بتبقى الإعاقة حركية، بمعنى ان الطفل ده لسه مش بيقعد، لسه ما بيتحركش، ما بيمشيش مشي طبيعي، عنده إعاقة حركية. الإعاقة الذهنية عنده ما فيش أي إعاقة، بدليل ان حضرتك نويتي لان في ناس متفوقين دراسيا وعندهم شلل دماغي. انا اذكر حالات كتير، من ضمنهم واحد معاه ليسانس حقوق واخد ماجستير في الحقوق وهو عنده شلل دماغي. معنى كده ان ما عندوش اي إعاقة ذهنية، كل مشكلته انه عنده إعاقة حركية في المشي، مش بيمشي طبيعي. الحركة الفاين موفمنت ما يقدرش يعمل حركات اللي هي الفاين موفمنت، انه يقفل زرار القميص او انه يمسك كوباية ويشرب، إعاقة حركية. فالإعاقة الحركية والذهنية في السي بي تختلف من طفل لطفل، وقد يوجد إعاقة حركية فقط او إعاقة ذهنية او الاثنين معا. طيب يا دكتور، العلاج الجديد اللي حضرتك يعني حابين نتعرف النهاردة عليه هو ايه بالظبط؟ هو مشكلة الشلل الدماغي ان الطفل بيحتاج رعاية خاصة اثناء فترة نموه. الرعاية دي بتبقى رعاية طبية ورعاية اجتماعية ورعاية اسرية من كل النواحي، بمعنى ان الطفل ده بيحتاج تكاتف جهود لمجموعات، وليس الأب والأم فقط، المجتمع مسؤول، الأطباء مسؤولين، الوسط الاجتماعي مسؤول. طيب لما احنا نشوف الطفل اللي عنده شلل دماغي احنا عايزين نقومه. طيب احنا بنتعامل معاه وفي مراكز متخصصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. يعنينا في المقام الأول ان الطفل ده ما نتعاملش معاه على انه انسان معوق. كلمة معوق دي احنا لغيناها تقريبا، قلنا ذوي الاتجاهات الخاصة او ذوي الاحتياجات الخاصة، القدرات الخاصة، قدرات الخاصة. تمام. فكلمة ذوي القدرات الخاصة كلمة اكثر يعني تحضرا من ان نقول ايه الاعاقة يعني. فالاطفال دول ممكن يطلع منهم علماء وعباقرة، وفي السجل التاريخي ناس كتير جدا كان عندهم سي بي وبرعوا في مجالات كثيرة جدا. فلازم ندي الامل لكل الامهات ان ابنك لو عنده شلل دماغي مش معنى ذلك انه مش هيتعلم كويس، انه مش هيوصل لمنصب كويس، انه هيعيش في المجتمع حياة عادية. لازم نطمنهم ان ده جائز. الاتجاه الحديث في علاج الحالات دي، سؤال حضرتك بقى، ان في حاجة اسمها العلاج بالاكسجين تحت ضغط. ايه هو العلاج بالاكسجين تحت ضغط؟ ان الطفل بيخش غرفة العلاج بالاكسجين اللي احنا واقفين امامها، بيستنشق اكسجين 100% تحت ضغط اعلى من الضغط الجوي لمدة ساعة. الساعة دي اللي بيستنشق فيها الاكسجين بيدوب في سوائل الجسم والبلازما. كلمة سوائل الجسم يعني السائل النخاعي والسائل الليمفاوي وسوائل المخ، كل السوائل اللي في الجسم. معنى كده ان الاكسجين بيوصل 22 ضعف كمية الاكسجين اللي موجود نورمال في احنا تحت واحد ضغط جوي. داخل غرفة العلاج بيتضاعف الاكسجين ل 22 ضعف. معنى كده ان كل نقطة دم بتوصل للمخ بتوصل لكل حتة في الجسم بتبقى مشبعة بالاكسجين. هذا الاكسجين بيعيد حيوية الخلايا، وبالذات في السيريبرال بولسي بيبقى فيه بعض المناطق حصل فيها ضمور بتبان بالاشعة المقطعية والاشعة المغناطيسية. الخلايا اللي حوالين المنطقة الضمرة دي بتبقى اسمها sleeping cells، يعني خلايا نايمة بس مش ضمرة. الاكسجين بينشط الخلايا دي، يبتدي الطفل يرجع لحالته الطبيعية، يبتدي يتكلم، يبتدي يمشي، يبتدي كل الإعاقة اللي عنده تخف بدرجة كبيرة جدا. بيبدأ امتى يا دكتور؟ الأم تبدأ امتى انها تجيب ابنها عشان يتعالج بالاكسجين؟ تمام. الفترة اللي يجوز فيها بدء العلاج بالاكسجين هو 24 شهر. يعني قبل 24 شهر لا نحبذ ان الطفل ياخد اكسجين، لانه له اضرار في هذه الفتره من شهر ال 24 شهر. بعد 24 شهر الاكسجين بيبقى كله فوائد وليس له منه اي ضرر. فاحنا بننصح الامهات ان بجانب العلاج التقليدي والعلاج الاجتماعي والعلاج الاسري انه الطفل ده ياخد جلسات علاج بالاكسجين، وفي نتائج جميله جدا وابحاث اتعملت في هذا المجال
متسجلة في معهد طب الأعماق البحري اللي هو جهة رسمية بتقول إن الأطفال دول بيستفيدوا، فندعو الأمهات إن هم يخشوا في هذا المجال لصالح أولادهم. في نهاية اللقاء بشكر الأستاذ الدكتور لواء طبيب أمجد جمال الدين استشاري طب الأعماق والعلاج بالأكسجين، شكرا لك. أنا اللي شاكر فضلك، شكرا. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير، حضراتكم شفتم قد ايه استفدنا النهارده من المعلومات الطبيه اللي قدمها لنا الاستاذ الدكتور اسامه صبحي استاذ السمعيات في جامعه اسكندريه. احنا من خلال برنامجنا حابين نوصل لكم معلومه ان احنا عايزين نثقف الام، نعد ام المستقبل 2020 او فيما بعد، يعني انا عايزه اقول ان انا عايزه اعد ام 2000 يعني 2030 بس بعقليه 2030 في 2020. فاتمنى ان شاء الله التقرير يكون عجبكم. هو احنا بنبتدي بنعرفكم ايه نوعية الاعاقة، ايه حدتها، ايه كل العلاج اللي الاسرة محتاجة ان هي تعرفه، ازاي تبدأ الطريق، ازاي تنهيه، ازاي تقدر ان هي تتخطى كل الصعاب. فعلشان كده كل مرة ان شاء الله هنتكلم على اعاقة مختلفة من الالف الى الياء. وفي نهاية الحلقة بشكر حضراتكم، ولكن أوجه الشكر الأول للأستاذ الدكتور أشرف بودة أستاذ العلوم السلوكية. أشوفكم إن شاء الله في حلقة الجاية على خير، ومع السلامة.